تأس الويك اند هو تأس مستقر على الحوض الشرق المتوسط، تأس ازمنه فينا نقول ضمن المعدلات الموسميه، يعني درجه حراره لا عاليه ولا منخفضه، هي مثل المعدلات المعتبره المعتمده او المعتادين عليها بشهر شباط، يعني على الساحل من 10 الى 20، فوق الجبال من 7 الى 16، وبالبقاع من 4 الى 22، يعني بالليل برد وعلى الفجر، وبالنهار تأس معتدل، وهالشيء كل الويك اند لحد نهار الاثنين. الاثنين بيكون عندنا يعني بيكون تأس قليل الغيوم، بيتحول لأغهى جزئيا، وبلش في عندنا انخفاض إضافي المنتظرة أو المرتقبة، ابتداء من ثلاثة بتبلش بشكل تدريجي، ثلاثة الظهر بتشتد الأمطار وبتكون غزيرة أكثر شيء، أو بتكون أساسية نهار الأربعاء والخميس، هن اليومين الأساسيين بهالعاصفة اللي ممكن نطلق عليها اسم، يعني لأنه على الأرجح لحد هلا مبينه انه شوي قاسيه، درجه حراره منخفضه اكثر من اللي شدناه قبل، والثلوج ممكن تتساقط على ارتفاعات منخفضه اكثر من قبل، بالاضافه لشده سرعه الرياح، في عوامل عاصفه شوي يعني. اذا بدنا نروح لتفاصيل اكثر هيك لنشوف مسار هذه العاصفه اللي جايه لعنا، رح نشوف الخرائط كمان تشاركهم مع المشاهدين، هيك بنمشي بالتفاصيل مع حضرتك، تفضل. هلا بالنسبه للمنخفض الجوي عم نلاحظ باللون الازرق، اللون الازرق اللي هو موجود في شمال اوروبا، هي كتل هوائيه حكينا عنها نهار الاربعاء، هي موجوده بالقطب الشمالي وتوجهت صوب اوروبا. نعم. فتره طويله صوب اوروبا وادت الى تساقط الثلوج باسبانيا حتى. هالكتل الهوائيه البارده تحركت صوب الشرق لحسن الحظ بالنسبه لنا حتى خف شوي الجو الناشف اللي عم نعيشه. هالكتل الهوائيه اذا بنلاحظ لبنان بالدويره الحمراء، هذا لبنان، والكتل الهوائيه باللون الازرق هي الكتل الهوائيه اللي هي لون فيها برود كثير وفيها امطار، خاصة لما تصير فوق الحوض الشرق المتوسط. نلاحظ انه بتوصل النهار تقريبا الثلاثة علينا، وتأثيرها الفعلي او القوي بيكون الاربعاء والخميس، يعني في ناس كثير كانوا عم يحكونا انه طالعين على الثلج حاجزين باوتيلات او رايحين يقضوا فترة، بخافوا انه يطلعوا يكون عم تشتي او تطلج مشان الطرقات مشان الشديد. الجواب النهائي هو الاربعاء والخميس، هو اصعب يومين بالنسبة للتحركات، الواحد بده يطلع وينزل على الجبل. هلا في يطلع الثلاثة، في يطلع الاثنين عشية، بس ساعتها بده ينزل للجمعة بعد الظهر او للسبت. بالمبدأ لوك داون، بالمبدأ لوك داون ما فيهم ياخذوا اذونات الا على الاشياء الطارئة والامور الطارئة، هيدا لنكون منصفين. ما بعرف عم هيك هيك سمعنا يعني، ما بعرف في اسئلة عم تنطرح على الموضوع هيدا، بس بكل الحالات القصة منا هيني، خلينا يكون جواب بتاع علم تأس يعني. أكيد حتى كل الأشخاص اللي بيسكنوا على المرتفعات يكونوا عارفين كمان إنه يومي الأربعاء والخميس مثل ما حضرتك ذكرت العاصفة رح تكون عم تشتد. تفاصيل إضافية خبرنا. تفاصيل إضافية، هالعاصفة هيدي تؤدي لتساقط الثلوج مثل ما قلنا على ارتفاعات تلامس 700 متر تقريبا، هلا في حكى باشاعات عن ال 500 متر وال 400 متر، دائما بتنزل اشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي حتى نزيد ونبالغ، ما مش لهالدرجه لانه اللون الازرق الغامق واللون الازرق اللي شفناهم ما بيوصلوا على لبنان، بيوصل لعنا اللون الاخضر حتى نفرق بين الالوان. نعم. هي الالوان الحراره الموجوده على ارتفاع 5000 متر وما فوق، هالالوان هيدي بتدل على شده العاصفه او على يعني خفه حدتها حسب الكتل الهوائيه وحسب درجه الحراره. لذلك نحن الناس لازم تخاف، درجه الحراره اذا بنقول متوقع، خلينا نحكي لقدام شوي، متوقع على الساحل الاسبوع القادم تنخفض ابتداء من 2 و3 تدريجيا، بس تبقى تقريبا قريبه من المعدل المعتاد اللي هو 16 درجه تقريبا على الساحل. نعم. 17 درجه هو منخفض بس انه بعده قريب شوي من المعتاد اللي هو 19 مويان، بينما الاربعاء درجه الحراره ممكن تلامس 9 درجات على الساحل، خاصه المناطق الشماليه 9 درجات على الساحل يعني منخفض كثير. نعم. صراحه لما نقول 9 على الساحل يعني فينا نقول تقريبا صفر على ارتفاع 1400 متر اللي هو طريق نهر البيدر، وهذا اللي بهمنا اكثر شيء لانه الطرقات بتكون شوي مزعجه خاصه بعد انحسار العاصفه، ممكن او ضعفها، ممكن تضعف العاصفه نهار الجمعه وتعود لتشتد نهار السبت. هلا بس تضعف العاصفه الناس يمكن تفكر حالها فيها تتحرك، نهار الجمعه بكون في جليد على المرتفعات التي تعلو 1000 متر، كمان هيدا بدنا ننتبه له هالشغله، وهالدرجه الحراره تستمر منخفضه لحد نهار السبت. كيف رح تستمر باي معدل رح تكون؟ تكون نزلت على الساحل لتسعة او 10 درجات، تعود نهار الجمعه والسبت الارتفاع لحدود 15 درجه اللي هو فينا نقول اقل من المعدل الموسمي، بكنا نقول شيء معتاد يعني حتى نكون ريزومي للوضع، نهار الاربعاء والخميس هو وضع مبدئيا حسب ما مبين هلا هو استثنائي بالنسبه للعاصفه، يعني مزعج جدا ودرجه الحراره اوطى من المعدل الموسمي بكثير، بينما الجمعه والسبت جو عاصف، جو شتاء وجو ثلج، بس ضمن الشيء المعتاد بالنسبه لنا بلبنان. نعم.
عبد، إذا بدي أحكي شوي مع حضرتك عن كمية المتساقطات مقارنة مع السنوات الماضية، قدي نحن يعني مع هيدي السنة الكميات اللي تساقطت ما بين إن كان يعني أمطار أو حتى ثلوج، هل من تفاصيل بإطار هذا الموضوع؟ هلا بالنسبه لكميه الامطار اللي تساقطت ببيروت، نحن السنه المطريه تبدا بايلول من العام بالنسبه للسنه الدراسيه وتنتهي باخر اب السنه اللي بعدها. من ايلول 2020 لحد اليوم ببيروت متساقط 470 ملم، بينما المعدل المعتاد هو 580، يعني نحن سنه اقل من المعدل المعتاد لحد هلا. بينما بالشمال 670 ملم لحد اليوم، بينما السنه الماضيه 585 ملم، يعني بالشمال فينا نقول السنه افضل من وسط وجنوب. بالبقاع 380 ملم، بينما السنه الماضيه 410 ملم، يعني بالبقاع لا باس بكميه الامطار. هلا بالنسبه للثلوج، الثلوج حسب الناس ما بتشوف، نحن ما عندنا محطه بالارز وانتهى امرها. هلا نحن ما فينا نعرف الثلوج الا من خلال مشاهدات الناس. كمية الثلوج متوسطة اللي تساقطت، خاصة على ارتفاع 1800 متر وما فوق. نعم. عبد، قبل ما نختم بتحب تضيف شيء أو في أي تفصيل بتحب تضيفه قبل ما نختم معك؟ هلا بالنسبة للعاصفة، حقيقة هل كانت الناس عم تحكي عن الاثنين عشية، أو كنا نحن عم نحكي عن الاثنين عشية، في تأجيل شوي للثلاثة الظهر، يعني ببداية العاصفة فعليا للثلاثة الظهر لتبلش، وبتبلش أول شيء بجو منخفض جوي عادي، مثل ما قلنا الأربعاء والخميس هو بيكون جو عاصف، لذلك ممكن اطلق الاسم، وبنحذر من اشتداد سرعه الرياح الاربعاء والخميس وارتفاع موج البحر، وبننبه الناس من الطبيب على المرتفعات، مثل ما قلنا الجليد ابتداء من مساء الاربعاء بيستمر حتى نهار السبت. على كل حال رح نكون معكم يوميا ضمن برنامج احلى صباح لنتابع ونواكب تطورات هذه العاصفه. رح تتسمى هذه العاصفه في لها اسم؟ صحيح، نحن هلا السنه الماضيه وصلنا بحر العاصفه كريم، اول شيء كان لولو بعدين كريم، بالاحرف الابجديه بالانفيرس وصلنا لجويس. هلا نحن اي عاصفه بدها تجي بدنا نسميها جويس، يعني بانتظار تكون عاصفه، لذلك ناطرين ليكون عندنا البارامتر بتاعت العاصفه حتى ما نطلق اسم ونوهل الناس على الفاضي، يعني او حتى ما يكون في يعني مبدئيا نحن ادمين على جويس ابتداء من الثلاثة مطلع الثلاثة، خليني اقول صحيح. نعم صحيح. المهندس عبد الرحمن، نعم المهندس عبد الرحمن زواوي، شكرا لكل هيدا التفاصيل، بتمنى لك ويكند حلو، واكيد تفاصيل اضافيه من مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي معكم مع كل الفريق الاسبوع المقبل.